بص انت طب لو تسال، ما نساله هو شخصيا، لو سالت اي حد من الجمهور هيقول لك نفس الكلام اللي انا بقوله. كابتن علاء مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ تحياتي للاستاذ حسن المستكاوي. طبعا استاذنا الكبير، طبعا استاذ حسن، طبعا مساء الفل دايما يعني. مساء الفل يا كابتن. اهلا استاذ حسن، ازي حضرتك؟ ايه الماتش الحلو اللي انت عملته النهارده ده؟ حبيبي دي الشلعه تنزل فيها والله. لا لا ايه بس الحلاوه دي؟ انت كنت قاصد يعني الحكايه دي ولا ايه؟ ولا جت كده؟ لا 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 لا، انت عارف يعني انا دايما حتى يعني انا بهزر معاك طبعا. قدام الاهلي والانديه الكبيره تبقى كويسه. طبعا. وطبعا برضو جهد اللاعبين النهارده نفذوا المطلوب منهم بشكل كويس قوي. ويعني اعتقد ان احنا عملنا نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي. انا كنت شايف الفرقه فريش كمان يعني مع انهم عملوا 45 دقيقه خصوصا الشوط الاول، عملوا ضغط عالي كتير يعني، وبعدين بيردوا على طول 10 الاقي الفرقه كلها بتدافع. يعني ازاي بدنيا يستحملوا حتى ال 45 دقيقه دي؟ لا عارف يا كابتن حسن، استاذ حسن يعني هو طبعا يعني الناحيه البدنيه مهمه جدا في كره القدم دلوقتي، وانا معايا معد بدنيه وبالتنسيق مع بعض بنقدر نوصل للحاله اللي اللعيبه توصل لها في المباراه تبقى في افضل حال. ف ما فيش شك برضو ان انا خلقت دوافع للعيبه النهارده. صحيح. ومن اسم النادي الاهلي ولعيبته، لان انا عندي بتاع خمس ست لعيبه اول مره يلعبوا دوري ممتاز. اول مره يلعبوا قدام النادي الاهلي. من ولاد صغيرين في السن، البقراي احمد محمود 2003، والسيرد باك احمد حسام 2001، عبادي ده لسه جايبينه من شبان هنا، اكثر من خمس ست لعيبه في الملعب النهارده اول مره يلعبوا دوري ممتاز. فبالتالي كان طلعت منهم الرهبه بتاعت الماتش والنادي الاهلي وجمهوره، فالولاد نفذوا بصراحه، اشتغلنا شغل كويس في التدريب، واعتقد نفذوا جزء كبير جدا منه في الملعب، وخاصه الشوط الاول كنا ندي قوي جدا فعلا للنادي الاهلي. طب يا كابتن معلش، هو تعليماتك كانت يعني للاعيبتك اهم يعني تحييد او اهم ثلاث اربع لعيبه في الاهلي انت عايز تحيدهم، كانوا ايه؟ الجناحين، كانوا وسط الملعب، الظاهرين، مين بالتحديد اللي كنت مركز قوي في الاول عليهم يعني؟ كنت مركز جدا على الطرفين. والطرفين كنت بلزم السايد ليفت بتاعه والسايد رايت ان هم لازم يبقوا تحتيهم. تحت الباكين بتوع النادي الاهلي، محمد هاني عنده ميول هجوميه عاليه، خالد عبد الفتاح برضه نفس الموضوع. يمكن الناحيه الشمال في النادي الاهلي عند خالد اقل شويه من هاني، وفي نفس الوقت برضه الزياده العدديه اللي بيعملها النادي الاهلي من وسط الملعب، مجدي قفشه او كريم نيدفيد او ان طاهر بيخش لجوه. فكنت بشتغل على الناحيتين من العمق والاطراف، لازم اللعيبه تلتزم باماكنها ولازم تلتزم بالنواحي الدفاعيه اول ما نفقد الكوره. في وقت زي ما حضرتك قلت احنا كنا بنضغطهم من قدام، والضغط كان جماعي وليس فردي. صحيح صحيح. يعني اذا كان راس حربه بيضغط على السيرد باكين، لازم بالحاج يضغط على السيرد باك الثاني، وبالتالي يبداوا يرحلوا عشان خاطر تبقى عمليه الضغط سليمه يعني. وعشان كده انت خليت او سحبت من الاهلي حاجه مهمه جدا، خليته يلعب كره طويله باستمرار. وبالظبط كده، دي يعني دي كانت مديانا اولويه خاصه في الشوط الاول. والتنبيه على السيرد باكات برضه، ان الكرات الطوليه بيحاولوا يستقطبوها، يمكن اخطاوا في الهدف بتاع مودست وعجبتهم جدا بين الشوطين. ان هم سمحوا ان الكره تعدي ومودست ياخدها بالاريحيه دي. طب معايا ضيف هنا اسمه سيف، ممكن يسالك سؤال؟ الله يسعدك، انا مستمتع والله. حبيبي يا كابتن سيف، انا المعيد دلوقتي الاستاذ حسن. لا معايا ضيف هنا اسمه سيف، والله ممكن يسالك سؤال. هو النجم بتاعنا. انا قلت اسيبه استاذ حسن تماما يعني. استاذ حسن ده يعني علامه في كره القدم. ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك والله يا استاذ حسن. الله يخليك يا كابتن. هو استاذ حسن سال كل الاسئله كابتن علاء. انا هضيف سؤال واحد بس عكس شويه سأله حسن، ان في لعيبه النهارده كنت انت مركز انت تعبوك، هل مودست من اللعيبه اللي تعبوك ولا ريحوك؟ لا لا، ما كانش تعبني. كنت اخشى بس من يبقى ليه صحوه النهارده على حسابنا. يمكن الجول اللي هو احرزه في مهاره، انما في استرخاء من اللعيبه عندنا،
وخاصة السيرد باكين، إنما باقي المباراة لا كان مريحني لأن هو ما عندوش السرعات، ما عندوش الفتات السرعة بتاعته إن هو تغيير اتجاهات والكلام ده، دي أنا شايف إن هو بيفتقدها كتير جدا، ولما راس حرب يفتقد الجزئية دي أعتقد بيفقد كتير جدا من قوته. صحيح. مبروك النقطة كابتن، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في اللي جاي. الله يبارك فيك كابتن، شكرا. أشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال.